سورة العلق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فسورة اقرأ العلق إذا من حسن سيسمى الربين الحنين يتشور ذي الحنان غار كان سيسمى بابيك ونخرقا نذنذم اقذى من حسن غار كان إحسن بابيك ذكر مريش بيوان ون يسلم ذا نسر قلام يسلم ذا سير إنسان أي نري السينران. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. معنى الإنسان يطغى من قضر ما ليس يسعى إك غرب بك ثغرين أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. ثورا ونين هون العبد ما يعدى يزول ثورا غصغى في الصور قلة نغي التمر سلوقما أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. ثورا ما ينكر يزين يروح وريع لما رب الليل ربي لثي في تواري. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية. كلا لا تطيح واسجد واقترب. هلا أثن متخرا أثيد نجفذ ثونزا ثون زي سهد ديفن دي ماذا الخاطئ خدم أثن غسد يسيول ما يسعى حريم الدكار أراد نكون أدن السيول الملايك أم الغوال. ها حفرة ضوعظ سجد كان النفق الرفض وربا به.